نقول بوركينا فاسو مختلف على نيجيريا، وبالتالي هل نحافظوا على نفس التركيبه والا نبدلوا لا كونفيغوراسيون دو جو نتاعنا؟ شكري الخطوي، انت كنت شبهت المنتخب البوركيني بالمنتخب النيجيري مع بعض من ناحيه الفرديات، مش من ناحيه طريقه اللعب، خاطر المنتخب النيجيري الفريق اللي يلعب يحب هو يطلع المنافس ويلعب له في شطر الملعب. ما نحكيت لك من ناحيه الفرديات، شكري خاطر فرديات الفرديات بخلاف بيرتوران تلاوري يلعب في اولمبيك ليون، الباقي الملاعبين يلعبوا في كيفات عاديه، معناها كيفنا نحن يلعبوا في المانيا او فرنسا، معناها فماش اسامي كبار. يمكن مقابله بوركينا فاسو باش تكون اصعب من مقابله نيجيريا في نظري انا، خاطر نحن نلقاو صعوبات مع اللي نحن مطالبين باش نكونوا باش نصنعوا اللعب، لكن وقت اللي نلعبوا ضد نيجيريا واسامي كبيره وقتها نكونوا مرتاحين في الدفاع ونعرفوا نسكر وذكيين وتكتيك قويين. عرفت سلام مسالش الراي والراي الاخر، علاش انت قلت لي انا ضدك ونقول لك انا ضدك؟ انا كي تشوف اليوم كان نسالك نقول لك شكون احسن منتخبات اللي عجبوك براتيكمون تونس، كل كانت تحكي قبل الكان على السنغال والجزائر، السنغال وكل شيء، حتى حد ما حكى على جزر القمور والكاب فيرت، النوعيه نتاع اللعب غينيا الاستوائيه سيرتو الجزر القمور والكاب فيرت، اما عندهم لاعبين ما همش يلعبوا في او نيفو، وشفنا معناتها مباراه جزر القمور وفي حارس، خاطر ثم الحقيقه نتاع الساعه ونص يا اسلام، ثم راهو ساعه ونص هذاك هما الحقيقه نتاع النتيجه نتاع الاداء، وشكون حاضر اكثر؟ شكون احنا في الساعه ونص نتاع نيجيريا كنا احنا خير، صحيح كنا احنا خير. انت كي تشوف جزر القمر المباراه اللي عداتها مع الكاميرون ومام في 0-0 كانت عندها ديزوكازيون وكارتون روج، معناتها الناس كل كي تفرج مشات السكور ومشى كل شيء، مالغري ما عندهمش ملاعبين يلعبوا في دو نيفو. الكنديه شنو الميزه اللي كانت فيها؟ الناس كلها حكيت على الكوت ديفوار، حكيت على المنتخب الجزائري، حكيت على السنغال مترشح ما وراش كره باهي، منتخب المصري ترشح ما وراش كره باهي في لي تروا ماتش او في لي درني ماتش اللي لعبته مصر مع الكوت ديفوار. دونك لهنا باش نحكيو على المنتخبات الكبرى، ما بانتش لا من ناحيه الاداء لا من ناحيه النتائج، وثم منتخبات اللي بور لا بروميير فوا شاركت والناس كل تحكي عليها، معناتها قدمت كان باهي. اسكو الكبار نزلوا المستوى ولا اللي من لوطه خدموا وطلعوا؟ دونك على ذيك نرجع لك ليكزومبل، احنا في التروا احنا بعد ماتش غامبيا في التروا بوان معناتها الناس كل كانت متشائمه، اليوم بالتروا بوان بدينا كان بروغريسيفمون، اليوم كي تشوفنا في مباراه نيجيريا ما تنجمش تربطوا مع مباراه غامبيا. خاطر ريتو مالغري معناتها نيجيريا اقوى غامبيا بفرق شاسع، دونك تقعد الحقيقه نتاع الملعب. باش تقول لي لسامي شكون اليوم اللي دخلوا للكان؟ رياض محرز، ونحبك تجاوبني فيها توافقني ولا، رياض محرز وصلاح وكليتشي نتاع لا وصلاح وش اسمه النني، هذاما معناتها ثلاثة ملاعبين اللي الناس دخلت باش تشيخ بهم في الكرة. اكرم اشرف حكيمي في ماني ماني نحكي صلاح ماني محرز ماني، ثلاثة هذاما الناس كل دخلت باش تشيخ بهم في الكرة. في انا كنسالك نقول لك انت مقتنع بالاداء اللي قاعدين يعملوا فيه بارابور للفالور نتاعهم؟ انا الحق ملوم تفرجت برشا، مع وقت الكورونا تفرجت برشا ما تشوفيات الحق. اي تفرجت مصر مع كوت ديفوار، صلاح ما عرفتش شفت الماتش ولا صلاح اوكي ما ماركاش، لكن راهو عطى تروازا سيستم تاع ثلاثه بونت وضيعهم اوتريزيكي ظل ضيعهم السوليه. اي ما كي تشوف مرموش بارابور صلاح معناتها زاد عمل روندمون كبير برشا. ماتش في كوت ديفوار صلاح ما يلعبش في نيفو صلاح. صلاح عطات الواز اسيست، عرفت شفته وليد ولا الواز اسيست تاع بونتويت صحابه ضيعوهم. اما يقعد سليم ماهوش صلاح تاع ليفربول، ماهوش ساديو ماني تاع ليفربول، ماهوش ماني تاع ليفربول، محرز كيف كيف مش نفسه. انا تو جاوبتك على انت قلت لي اسامي كبار اليوم في الكندية، ثم حقيقه يوم المباراة ثم حقيقة يوم المباراة، احنا في المباراة تاع الكوت ديفوار كنا بجنب المباراة في الأداء، صحيح ولا لا؟ معناتها كي تحط أنت مباراة كوت ديفوار ومباراة نيجيريا غامبيا تقصد مش كوت ديفوار؟ لا لا الكوت ديفوار ومصر باقي معناها. باقي غامبيا حتى في اللي ساتيستيك ما عندناش مع كوت ديفوار سامحني قلت كوت ديفوار المالي 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 مع المالي
انا غلط مع مركز مع الكوت ديفوار ما نعرفش علاش في الماتش المالي. بعد في ماتش غامبيا جات البينالتي في المباراه هذه يلزمك تاخذ نقاط وتنتصر. حتى في اللي ستاتستيك اللي هبتوا بعد المباراه ما كانتش خير منا، ما ربحتنا مي في مباراه نيجيريا عملنا مباراه تكتيكيه من اعلى طراز. سي با فاسيل مع منتخب اللي فريمون نقول لك كسر تشوكته مع تونس راه داخل 9 بوان، داخل هو فافوري، داخل باش نحكموا لي كاليتي جوار اللي كنت تحكي عليه من جي. احنا حتى كي نشوفوا في لي بلاتو كل الناس كل نحكيوا على لي دو كولوار والناس كل نحكيوا على لي زاتيرو وحطوا لنا كل لي ساتستيك بتاع 110 كيلومتر بارور، معناتها تقول تران يجري هذا كل في الرياليتي اللي نحكي لك لي جو تاع الماتش. ما شفناش، شفنا منتخب تونسي كان خير واقف مليح. معناها سي شكري انت مع نحافظوا نفس التشكيله ونلعبوا لعبنا اللي لعبنا ضد نيجيريا، معناها ضد التغييرات. انا شو قلت لك من بكري؟ قلت لك راهو الاختيارات القريب وفي التمارين والفيزيوناج اللي باش يتعمل على المنتخب البوركيني هو اللي باش يحدد النتيجه. تو ما خرجتش، هو اللي باش يحدد التشكيله. هي التشكيله قال لك محتمله نجم نكونوا احنا نحكيوا ونقولوا هذه باه وبعد نلقاو تشكيله اخرى نلقاو في اختيار اخر. باهي جوست باش نختموا مع المنتخب البوركيني ونتعداو نحكيو على المنتخب التونسي. ابار تراوري برتران تراوري اللي يلعب في استون فيلا، وفما المدافع نمرو 12 تابسوبا اللي يلعب في باير ليفركوزن، والحارس بدرجه اقل يلعب في شارلوروا واساسي يلعب بانتظام. البقيه في من اخطر الملاعبيه رغم اللي ما يلعبش كيف كبيره اللي رايدوا نتاعهم كابوري يلعب في كابوري بالضبط. كابوري يلعب في تروا. عندهم من اخطر الملاعبيه ما الجرين يلعبش ما يلعبش عندهم لوريون تروا عندهم بريم السيتي الملاعبي هذا كابوري السيتي لتروا. دونك الاسامي ابار ثلاثه اللي سميتهم، الاسامي الباقيه ما يلعبوش في فرق كبيره، يا ما يلعبوا في فرق درجه ثانيه في فرنسا او اقل، ولا يلعبوا في مثلا فيهم اللي يلعب في المغرب، فيهم اللي يلعب في قبرص، في بطولات متوسطه. لكن المجموعه كمجموعه متكامله وحتى لتوا قاعده توري في وجه طيب بالنسبه لبوركينا فاسو. نذكروا لي معناها الماتش الاولاني قلقت الكامرون وسجلت قبل الكامرون، ومن بعد الكامرون رجعت في المقابله، ومن بعد لقات بشويه بشويه بدات تمشي وتطلع هما بيدهم في نسق تصاعدي. انا نحب نحكي شويه على المنتخب التونسي اليوم شكري، على الاقل قاعدين نحكيوا توا على التشكيله اللي متوقعه فيها معناها فوارق نتاع جاهزيه كبيره، فيها الملاعبيه اللي لعبوا الماتشوات الكل، العيفة لعب الماتشوات الكل، فما بدرجه اقل الجزيري، فما سخيري لعب الماتشوات الكل، هذوما لعبوا. الجزيري ماتشو ما لعبش. الجزيري تخل وسط الماتش، الماتش الاولاني تخل وسط اللعب، وفما ملاعبيه الاخرين اللي لاعبين يا اما اقل برشا يا اما بداوا الكومبيتيسيون وقصوا ورجعوا، والا لاسباب من الاسباب الجاهزيه اقل. كما قال انيس حتى المدرب المنافس باش يتعب هاللي باش يعرف شكون هو. بن سليمان ما لعبش برشا، والمباراه الاخيره ورانا وجه محترم جدا. فهمت اليوم في الكومبيتيسيون هذه معناتها بين تكون تلعب مباراة والمباراة اللي بعدها والثالثة والرابعة وتمشي انت بروغريسيفمون معناتها بالتوب فورم نتاعك، وساعات اللي عنده نظرية بعد زوج ثلاثة مباريات نقولوا احنا يدخل واحد يعطي الروح الجديدة ويعطيك الفريشور ويعطي دونك لي شوا فين يصيروا؟ لي شوا يصيروا حسب ديما الاخر زوج تمارين، خاطر ما ثم حاجات احنا ما نجموش نشوفوهم، اللي طال الفني هو اللي نجم يشوفها بالعين المجرده. فهمت؟ ممكن تو سيبوزون باش تقول لي انت معلول موجود اليوم، النجم انا كي نقرا حسب رايي اجتهاد في الفكر نتاع اللي طال الفني التونسي، اسلام كي نحط معلول ودراجن دونك لهنا باش ناكلوا البوركيني باك لي دو زاريال لاتيرو اللي يجيو بار داريير واللي هما يعطيونا لي سوليسيون كما شفناها في قوه في منتخب تونسي في الكوب داراب لما كان بن حميده دراجر ولا مام دراجر اسمه بن حميده دراجر كانوا. فهمت؟ مالغري وقت دراجر ما لعبش المباراه الاولاني ما لقيناش هكا رابور اوفونسيف. انت تحكي لي على حكيمي تشوف فيه جي بار داريير هو لو بيتور لان عامل الاكسبيريونس في المباريات هذه وما تنسيش راهو الكوفيد هذايا راهو لا سي بروبليم، ما تنسيش الحكايه هذايا. فهمت؟
يخلي معناها يخلي اثر. مادام حكيت على الدفاع سي شكري، ملاعب ظهر لي من اكتشفناه في الكومبيتيسيون هذه اللي هو طالبي حتى في الكوب وراب، ظهر لي غيابه ينجم ياثر شويه، والا برون اللي هو كومي معناها ملاعب يلعب في فرنسا قاعد يقدم مدرب باهي ينجم يغطي شويه الغياب نتاعو. انا للامانه حسب الافكتيف اللي شفته هو حتى كي حكى اسمه حكى وهبي من بكري هو معناتها على روح المجموعه. شوف احنا ياسين ان شاء الله ربي يشفيه، هيك شفت معناتها ياسين كان ولدك عاد بيان سور ياسين مريح. اي ياسين مريح وجوده كان ضروري في اللاكس تاع المنتخب وكان لي تيتولير. جات بعد اخضر اليوم الطالبي بلال العيفة اللي كان شوف ريمونتادا اللي عملها باش يرجع يلعب في نيفو لي زاكسيون. نتصور الحاضر صحيح الطالبي عنده البلاصه نتاعو وعمل معناتها من احسن اللاعبين اللي كانوا في المنتخب، اما في المنتخبات ما تنجمش اليوم تقف على لاعب ولا اثنين، وشفناه في مباراه نيجيريا. حاضر في مباراه نيجيريا وصلنا بالخمسه وسته معناتها محتمل اطار فني كان احنا سهل عنا نعطيه ليكيب بينه وبين روحه اللاعب هذا اللاعب هذا اللاعب خاطر ماهيش قدامه الحاجة. هو الحاجه الباهيه توا انت حكيت قبلك عن نجوم صلاح ومحرز وماني، نحن منتخبنا تقريبا نفس اللاعبيه في تقريبا متقارب برشا المستوى، معناها كي يغيب واحد ولا زوج ما نتاثروش خاطر اللي وراه ماهوش بعيد عليه برشا. انا لهنا نحب نحكي لك الواحد في الفوتبول اسكو الفرديات هي اللي تعمل فارق ولا روح المجموعه؟ ليكيب بيان سور. انت شفت البارح البرازيل الاكوادور ماتش من على تيراس انكومبارابل كي تحب تحكي ككاليتي جو بك السوليداريتي بتاع الاكوادور ماتش اكس. اما البرازيل ناقصه لعبت ناقصه حتى انا زاد لعبنا ناقصه ناقصه معناتها قصدي ورقه حمراء ناقص باللي اي مش نفس ناقصه لعبيا ناقصه في اللي ب 10 معناها قصدي معناها 20 دقيقه ظهر اللي خرج لعبيا دول 10 هي سلاح ذو حدين. احنا حكينا لنا على روح مجموعه اسلام اي فهمتك اللي هي مهمه جدا للامانه شفناها في المنتخب صحيح تحسها حتى في الاجواء نتاعهم بينك بعد مباراه غامبيا الناس كل سي با فاسيل باش تعمل رياكسيون هذيك ضد شكون ضد نيجيريا خاطر خلينا نكونوا واقعيين احنا بعد ماتش غامبيا الناس كل تغشت قالوا لي راهو كان ربحنا غامبيا نكونوا دوزيام ويكون طريقنا للفينال خير اسهل محتمل كان مشينا لك طريق اسهل اللي شفناه بتقدر انا ما تعديناش يعني بعد تبدلت المعطيات فوالا اليوم تعدي انا وجات قدامنا نيجيريا زعما ليكيب الاكثر جاهزيه وتعدينا يلزمنا نحافظوا على عك النيفو اللي وريناه ضد نيجيريا وناخذوا البوركيني انا من بكري قلت لك بوركيني قريبه نيجيريا نحطها كاينا ايغال هي ونيجيريا باش نلعب بك الروح هذيك وبك اللونفي هذاك باش نتعدى. هو سي شكر حكينا على الوسط حكينا كيف على الدفاع القدام عكس المقابلات الماضيه ظهر لي اليوم اذا كان نقول الجزيري اللي هو اثبت انه بلاصته معناتها ثابته خاص ما عندناش ملاعب تو اثبت الجزيري سامحني قسيت عليك بعد المقابلات قبل شكون نقولوا اسلام نقولوا والله ما عندناش افونسون يوسف نتاع نص ساعه نتاع شوط ثاني يبان يوسف لعب 88 مينوت وفي الدقيقه 70 رجع للكورنر ربح ديويل ربح ديويل ولا اتاك لينا احنا وفي الكوب دارها باش قلنا كان تتذكر أي قلنا يوسف قلنا الراي العام أي والله يوسف نتاع ما عادش نتاع 90 دقيقة 90 دقيقة نتاع 40 هو بيدو يوسف تاع الكوب داراب كان موجود في مباراة نيجيريا ورا لي يوسف ينجم يلعب حبيت نقول قلت الجزيري معناه ما عندناش ملاعب بالخاصيات نتاعو اثبت انه مهم معناه يكون عندك افون سونتر يبقاو زوز مراكز الاخرين اليوم فيهم الخازري والمساكني وكذلك السليتي المساكني في فورما بعد بونت اللي سجل نتصور حتى مورالمون عالي وهبي الخازري من اللي بيتون نتاعنا اليوم السليتي كيف من احسن اللاعبين اللي عندنا انت شكون الثنائي اللي تشوفه سي شكري على جناب هو راه باش نرجع لك للجزيري، الجزيري من اكثر اللاعبين اللي عمل لنا تيستاسيون وخلق لنا البروفوندور. بتاتر ما لقيناش وقت بليزابيل نتاعو وقت اللي وهبي موجود. ساعات انت في مباراة راه ثم نقولوا احنا سونساسيون عند الاطار الفني. يقول لك كاين مباراة باش نلقاها مسكرة وجمعية براتيكمون ديفونسيف يخلي بحذاهم لاعبي مش اللي يلعب خاطر هو خير منه، يخليه كسلاح لو دوزيام ميتون، علاش نقول لك هو ساعات معناتها كان نشوف وهبي ولا نشوف سليتي، بالنسبة لي أنا الزوز أقرب لبعضهم معناتها ما ثماش فرق شاسع معناتها اللي باش يبدا من الأول باش يعطينا نجم يعطينا البلوس، وبعد عندي أون أوتر سوليسيون، خير من اللي كل كوفيد وما عنديش أنا لي سوليسيون هذيك، خاطر تعرف أنت بتاتر هكا
كي تشوف الاطار الفني ما عندوش برشا حلول في في لي كولوار. كيفاش فك الملاعب فيتيس واكسبلوزيف وكل شيء، احنا كي تشوفنا القدام سي اون ايكيب تكنيك راه في الكونتر نحبوا في وك شفتها حتى مع يوسف وكل شيء. دونك نتصور امورنا باهية. شكون الفريق تشوف بين شكون بين الثلاثة هذم شكون الزوز تختار؟ شوف والله مش رمي ورود، نعطي اغزر هما يترناو وانا نعطيك المثال تو نقول لك نشوف وليد خير من اسلام. يبانكش في سيونس البارح اسلام خير من وليد. حسب لونترينمون حسب لونترينمون تكون شوف راهي ساعات تقرا في العينين الجاهزية ولونفي باش يلعب فما تنجمش تختار واحد على واحد وبتاتر هو في الدو سيونس الاخرانية نقول اسلام وهو وليد راهو خير. فهمت باهي. باش نواصلوا قبيليك تناقشنا شويه، هل باش نستناو احنا معناها المنتخب البوركيني ولا هو اللي باش يستنانا؟ تتخيل كونه باش نمشيو في التوجه نتاع نشدوا احنا الكوره ونهاجموا والا باش يكون معناها كيفاش قلبه بقلبه طرح؟ كيفاش تتوقع؟ شوف انا نتصور مهم جدا باش نربحوا لعبه وسط الميدان ودو. خاطر كيما قلت لك هي بوركينا تلعب 4 2 3 1 جينيرالمون باش تلقى 5 في الوسط. انا برايي المتواضع مع احترامي للجميع والراء حسب رايي تونس باش تبدا تاخذ لاسوندونت بسيشيك دو الكانزيان لون تام دو ماتش اللي هي مهمه مهمه جدا. بعد وقتها بعد شوف بعد وقت تصير الاختيار. حتى احنا كي ترجع لعبنا من احسن مباريات عملناها من نيجيريا ولو برشا احنا يقول لك الى متى احنا نقعدوا مثال نطيحوا البلوك. هو راهو ساعات اون ايكيب ولا منتخب كيلعب ديفونسيف اخر باش تلعب ديفونسيف ساهله ماهيش ساهله، يلزمك ريزيستونس لاخر ماتش مش ما تقبلش تربح وتسجل. اما اسهل ما تلعب اوفونسيف خاطرك ساهل باش تدافع، اما الصعيب انك تهاجم انك تصنع اللعب انك تصنع تصنع الفرص اللي في الكره هذه. كاش تقول شفناه في نيفو عالي ما نعرفش عملناه الماتش شكون شكون قالوا له بوسيسيون دو لا بول 70 و80 وكل شيء. قالوا انا نعطيه كوره خليه يروح بها للدار وانا نروح وانا خويا زيد حتى كينا ما نقولكش طايح نقول لك في البلوك مويا ونخليك انت تلعب ونفك لك الكوره ونضربك باللي فيرتيكال ونخلق ديزوكازيون ونماركي لك اما خير انت هذه ولا تشوف منتخب دور دور دور. هاتم بدلك سؤال، شكرا. هاتم بدلك سؤال كي سلام قبيليك. عندنا المهارات اليوم باش احنا نفرضوا النسق نتاعنا واحنا نخلقوا اللعب معناه، على خاطر ما يخفيش كيما كان يحكي لك سلام كي باش تقف التالي مش كيما باش تخلق انت اللعب. لا نحكي لك كي باش تقبل اللعب مش كيما انت بتخلق اللعب، خاطر هذا يطلب منك مهاره، يطلب منك كونك دقه وسرعه في التمرير، يطلب فما مهارات لازم تكون عندك. هل عندنا هالمهارات هذه في تقديرك في المجموعه ولا لا؟ شوف كي تشوف في مباراتنا مع المنتخب البوركيني، اوكي منتخب بوركيني منتخب محترم جدا، مي في الرياليتي كي تشوف معناتها الهيستوريك احنا تونس هما البوركيني، دونك احنا عندنا المهارات وعندنا نوعية اللاعبين اللي هوني كابابل باش نلعبوا الاوفونسيف ونسجلوا وننتصروا على البوركيني، خاطر عديد اللاعبين اللي قدموا مستوى جيد كي تشوف سيف تشوف يوسف تشوف وابي تشوف الامكانيات سليتي عيدوني شعلالي خاطر حتى لتوا شكري هذا ما ماهمش موجودين في برشا منتخبات حتى لتوا باستثناء ماتش موريتانيا اللي هو هجوميا كنا فيه قويين وورينا معناها حتى البونتوات اللي ماركيناهم مخدومين. تو مثلا ماتش نيجيريا البونتو اللي ماركيناه كان من اكسبلوا انديفيديوال من 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 يوسف المساكني، حتى كي تشوف الاكسيون كانت توش على اليمين تبدلت معناها بمسا واحده اللي صار ويوسف عمل الاكسبلوا تكنيك وسجل الهدف. وفي دي مومون في دي كونتر كنا اخطر منهم، كان ثم دي شي بتاع بلاصه في وقتها مثلا تايمينغ والشواء بعد ما ماركينا هذا بعد ما ماركينا وقت اللي نيجيريا ولات ما عندها ما تخسر ويزمها تطلع هي بيدها البلوك بما اني تلعب بعشره. لكن وقت اللي اليوم باش تلقى فريق واقف يستنى فيك، هل انت قادر كونك تمس وانت وتبدا الكره عندك بوسيسيون دو بال عندك وانت بالاتاك بلاسي والا باش نمشيو في فكره اخرى؟ قادرين خاطر عندنا لي جوار دو كولوار والاهم لي جوار دو كولوار عندنا لي زاتيرو مهما كان اللي باش يلعب اللي هما يعطيو الرابور اوفونسيف بالباهي للمنتخب وغادي وين نعملوا سوبيريوريتي. فما نقطة قلت وليد حمد نحكي فيها نسأل عليها سي شكري،
مونتالمون المنتخب ظالم فما ستابيليتي في الانظمون. من الكوبا راب شفنا ماتش الفوق ماتش الوتا، عملنا ماتش موريتانيا باهي في الكوبا راب خسرنا مع سوريا، ماتش مصر باهي خسرنا مع الجزائر، ماتش هنا في موريتانيا باهي خسرنا مع غامبيا، اليوم نيجيريا باهي. شنو الديسكور اللي لازم يحكي المدرب في المنتخب باش يحفز الملاعبيه ونشوفوا نفس الروح شفناها مع نيجيريا؟ الديسكور سكو ما لعبنا حتى مباراه وتنتظر فينا مباراه برشا مباراه بوركينا فاسو، مش ما سكو يسير اللي تعرف فني راهو معناتها بعدهم على الأداء والريزلتا نتاع نيجيريا، مش تلعب تورنوا في توا دخلنا في شكل تربح تقعد ولا لا قدر تخسر تخرج. دونك لازمك تنسى وما عندناش دومي فينال وما عندناش فينال، احنا عندنا مباراة بوركيني نربحها وبعد نمشي. باش تفسر انت الحاجة هذه كل ماتش وحقيقته. فما استابيليتي في الأنظمة. ممكن كلامك صحيح من ماتش بماتش نمشي معاك. ثم منتخب مصري عمل تروا ماتش خايبين ولا دو ماتش خاربين، المالي عمل دو تروا ماتش. نرجعوا للوقت اللي يجي فيه الكوب دافريك في بعد فاز لي في الاوروب في الواحد شو، وما ينجم حتى حد يقنعني اللي الكوفيد ما مسش مونتالمون اللاعبين، بليتو اللاعبين لحم ودم راه بين تلعب والكوفيد وتعرف لي زانكونفينيون تاعو. اليوم انت كان تدخل تعمل ريشيرش تشوف شنو لي زانكونفينيون تاع الكوفيد بعد ما تبرا راك زاده تعذرها مسلم لعبي ولا ملاعب يلعب كوفيد اللي هو في مشاكل على القلب وفي في في برشا حاجات سي با فاسيل. دونك سي مونتال امنابين شو با سي مونتال. باهي شكري الخطوي. قبليك حكيت اللي تنجم تبدا الماتش وما تلقاش الحل في ال11 اللي بداو، لكن ينجم يكون عندك على البنك ورقه اللي تنجم تبدل بها الطرح. شكون في تقديرك تشوفه ينجم في صوره ما لقينا صعوبات في بدايه المباراه ما مشيتش الامور تنجم تكون، ولا كانت المقابله متوازنه، شكون ينجم يبدل المعادله على البنك؟ والله يبدل المعادلة ما نعرفوش تو كان يكون حسب التشكيل اللي مديتوه، كان لعب وهبي يكون سليتي، كان لعب سليتي يكون وهبي في 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 20 30 مينيت الاخرانية ينجموا لي زاتيرو تاعنا بويسكو المستوى قريب لبعضه ينجموا يعطيونا الحلول كي يبداو في فريشور باش يجيو بار ديريير في لي سونتراج ولا في الشانجمون دو جو كي نلعبوا عليهم. ما نعرفش بين العيدوني والسخيري خاطر احنا ما عندناش تشكيله بصفه رسميه. شفنا الشعلالي اللي في مباراه موريتانيا من اربعه الشعلالي براتيكمون كان في ثلاثه مرات في وسط السيرفاس وخلق برشا فيرتيكال بالرمضان كما كانش من الاول ينجم يعطي. عندنا الحلول، عندنا الحلول. وشفت انت في منتخب في مباراه نيجيريا نجحنا بالباهي في لي شانجمون صحيح من ناحي معناها عطاو لي اضافه. تقول لي كيفاش عرفت اللي عطاو لي اضافه؟ دونك الريزلتا قعدت هكاك وقعدنا في الكنزانة مسينا نيجيريا لا وعاونوا شدوا الكره القدام ورتحوا شويه بريسيون على الملاعبيه الاسلام لهنا مهم مش رامي ورود الي الاسبري دو جروب اللي هو مهم ومهم. شفنا ماتش نيجيريا انك نشوف دراجر احنا رفيعه يرجع مع دراجر ماني برشا لموا على رفيعه هجوميا ما عاونش لكنه دفاعيا عاون برشا دراجر على اخطر ملاعب في نيجيريا. شفناه مرتين دو كونتر ان معناها وتقعد اللقطه لهنا الاسبري دو جروب تقعد اللقطه في الدقيقه ما نعرفش في الكنزان مينوت الاخرانيه ما استحضرهاش كي قلت لك يوسف رجع خد الكورنير ربح ديويل وبعد مشي هو باش يعمل ترانزيت باش هو بالو بي الكره باش نعملوا ترانزيسيون اوفنسيف. عصام جبالي اللي كان مؤثر كذلك دخوله لانه ربح دي ديويل شد كره وقت اللي يلزم. هنا مالكري جديده على المنتخب صحيح اول مره في كاس افريقيه عصام الجبالي، لكنه وقت اللي استحقيناه لقيناه بالرغم اللي هو بيدو قبل الماتش بسويعات خلط على المجموعه هو ووهبي الخزري. نحب نسال هنا على ملاعبي والحديث عليه برشا، لكن في الكأس الأفريقية هذه ما شفناهش تقريبا بتاتا حنبع على المجبري، معناها ماهوش لو جور دو تورنوا اللي نجمو نشوفوا فيه حنبع المجبري في تقديرك؟ شو وليد انت قلت مع تعلم اللاعبين اللي استحقينا هذه من الكوب داراب استحقينا بلال لقيناه، استحقينا بن حميد لقيناه، الطالبي لقيناه، توا في الكان استحقينا من لاعبين لقيناهم براتيكمون اللي لقى الفرصه باش كان رونترون براتيكمون ما حتى لاعب ما كانش ما عطاش البلوس وفيهم اللي
معناتها خذا بلاصتو عند الراي العام اللي هو رونترون. بالنسبه لحنا باع المجبري كي تشوف المباراه تاع ما مش نقول مالي مش كوت ديفوار مالي ماتش مالي كل شيء كان فيها خايب براتيكمون اي كومبري الاربيتر الظروف كلها كانت خايبه الظروف كل كانت خايبه دونك حنا باع احنا ما نغزرولوش لليوم حنا باع المهم يربح نوعيه الكومبيتيسيون هذيا خاطر ما تنساش ولد علاج 19 عمل لنا كوب دارابيه اليوم ما نجموش يكون الحكم قطعي بويسكو لعب مباراة نص ساعه نتاع المالي برك مي لي كاريتي اللي عنده حنا باع باش نلقاو في المستقبل من اللاعبين اللي يعطيو اضافه للمنتخب هو لعمر رقيق راهو يجي نقول لك سي با فاسيل هو في المباراة الأخرانية بط عمر هكا اي ماتش نيجيريا اي سي با فاسيل كي هبط في 5 ولا 5 مينوت ولا هبط في الوقت بدل الضايع هو هبط في الدقيقة 90 زايد بعض الثواني في فوت وقتها كانت فما فوت تو دو كونسونتراسيون وتنجم تلقى نسبة نتاع أهداف أكثر هي من 90 ل 95 خاطر براتيكمون الملاعبين كل وقتاش يزفر الأربيتر ينقص التركيز ينقص التركيز مالغري هذاك تعبت دونك ميم لي 5 مينوت معناتها كان نذكروا بالتشكيلة المحتملة ماهيش تشكيلة رسمية لكن هذه الأقرب للواقع بشير بن سعيد بلال العيفة ديلان برون علي معلول محمد دراجر عيسى العيدوني الياس الصخيري وأنيس بن سليمان القدام باش يلعبوا وهبي الخزري يوسف المساكني سيف الدين الجزيري إذا كان فما تغييرات أكيد أنيس السحباني اللي موجود في قروة باش يكون حاضر في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم مع 7:15 يعطينا آخر المستجدات شكري الخطوي باش تكون مناوره كبيره في وسط الميدان حسب رايي انا وما نعرفش علاش احساسي يقول لي نشوف في مش خاطر سجل في يوسف والجزيري باش يكونوا تري ديسيزيف في المباراه هذيا باللي كاليتي اللي عنده ان شاء الله ان شاء الله ما مش وحدهم بالاداء اللي قدموا فيه صحاب اي واحد مش مهم يوسف المهم نكونوا المهم حتى اشتربوا انتوا يزي المهم نكونوا متواجدين في الدور القادم جزيل الشكر ليك المدرب شكري الخطوي كان معنا في الاخراج انيس الجويني تلقاو الفيديو على فيسبوك وعلى يوتيوب مع تقوى المديوني في الاخراج انيس السحباني كان معنا مباشره من قروه وتواصلوا تسمعوه في كل نشراتنا وكل اللي فلاش نتاعنا سلام المدب شكرا ليك وليد برحومه نحييكم تقابلوا غدوه في توقيت استثنائي غدوه نتقابلوا من 7 نتاع العشيه يكونوا معنا المحلين كل من محمد السليتي كذلك سامي العروسي ونكونوا في تغطيه مباشره ساعه قبل الماتش كذلك اثناء المقابله وبعد المقابله في تغطيه خاصه لمباراه تونس وبوركينا فاسو بدايه من 7 نتاع العشيه ان شاء الله موفقين وان شاء الله مربوحه شكرا للاستضافه وان شاء الله اللوكال مبروك عليك يعيشك يعيشك شكري الخطوي تقابلوا غدوه ان شاء الله في الامان وباي باي.